بصي الفخدة الضاني هنجيبها وهنحضر معانا فصوص ثوم سليمه، ونحضر في الخلاط نحط فيه 4 فصوص ثوم، بصلايه كبيره، نحط طماطمتين، هنحط كمان معلقه كبيره من العسل، وهنحط ملح وفلفل وبهارات، وهنحط كمان حبهان بودر، ونضربهم كلهم في الخلاط. يبقى معايا كده الخليط ناعم جدا. وهنجيب الفخده ونعمل فيها فتحات في السكينه، ونغرز فيها فصوص ثوم سليمه، تمام. ونروح متبلين بقى الفخده كلها بالتتبيله اللي احنا عاملينها، اللي هي البصل والثوم والطماطم، ممكن كمان معلقه من الصلصه، ونحط كمان والملح والفلفل والتوابل كلها، ونغلف الفخده. وما ننساش نحط كمان شويه من عصير البرتقال، حوالي نص كوبايه من عصير البرتقال. هتسيب الفخده في التتبيله دي يعني مش اقل من ساعتين، وبعد كده لو عندك كيس حراري هتدخليها جوه الكيس الحراري، وتحطي معاها ترانشات بقى من البصل والجزر والكرفس، وممكن تحطي بطاطس كمان. لو ما عندكيش كيس حراري هتحطي الفخده في صينيه على طول، وتحتيها الخضار اللي احنا قلنا عليه اللي هو بصل، جزر، طماطم، كرفس، ممكن بطاطس، ممكن كمان كوسه، بس لو تحطي كوسه حطيها كبيره شويه، تمام. وبعد كده بعد ما تحطي الفخده غلفي كويس قوي، وقفلي كويس بورق الومنيوم، علشان لما تدخليها الفرن هتدخليها على ارضيه الفرن ربع ساعه لغايه ما تاخد او تغلي مع بعض شويه، بعدين طلعيها على الرف الوسطاني تقعد بقى من ساعتين لثلاثه، مع مراعاه ان انا كل شويه ابص بصه كده اشوف الميه بتاعت الفخده نشفت، ازود لها حبه ميه بحبه ميه لغايه ما تستوي معايا وتطلع دايبه كده وطعمها في منتهى الجمال.